رباحيمة للذين مدحهم ما غنموا وإني إلى الجنات بالبشر منعم رفعت وكلي مؤمن معهم مسلم إلى الله أمري خادما وهو السلم رسول كريم لا يباهى مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكاس القوم من نور الحجى لكوني خديما للذي قبل فرجا سلمت من الأعداء فردا مع التجا قل ربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأعداء فردا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا هاون ألمحي الذي زح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وقانع داربي به وهو ضيغم فولى إلى غير به دهر مجرم وينح به النحوي محب ومسلم محمد المختار مغز ومقيم ويهدى المولى تعالى مقدم لو لين بالتشديد والبشر بالسطوي رب الليل قال ما شئت مطلقا يكون على أماح به فست بارتقا لغير انتحى بالمنتقى كل ذي شقا وينحو به نحوي سعيد وذو التقى لو السبق والتقديم والقرب واللقاء ويقصي دواما من نحاني بلا فضلي فلقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أظهرا وبالمنتقى كلي من العيب طهرا فلاحي فضل الله في لوحه جرى بغير محاين دون مكر ولا خوف قلامي عليها دين إخدام نعمتي وإخدامه أنقى ضلالي وصمتي قاتب ربي ومن كفاهم بالنقمة وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي وخيرا من قاذني أفضل الإتق دعوت إلهي وهو مغن لمجتدي وساقي غيري بالنبي كل معتدي دع استجاب الله بشتا لمهتدي وابدي لوجه الله حقا لمقتدي دعاني إلى مدح المقفى محمد أثاث رب موصل بي غري رشدي أنا لني الباقين أجل الفضيلة وينحو لغير الدهر داعي الرذيلة أقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الدليلة أعطي إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البليات بالدرء تفقت أنادي المصطفى ذات أدب وقد زح الأعداء أهل التجنب طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيب أتغات الورى زحزحت بالله يا نبي قغي بلا قيادة شاكرا خطين إلى الواحد القهار من جاد بالهدان أضعت قبل العام قبضا لدى العدان أدى بك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى فؤادي موحدا أني المولى بك الدار حسدا قبوا إلى عين دام من الشنين على المصطفى ناف العدا في قتالي سلاما كريم عدني من رجاله على المصطفى ناف العدا في قتاله سلاما كريم عدني من رجاله عفوت وإني رضا في عياله وسعيدا مطاعا فائزا بوصاله عليه الصلاة مع سلام بآله وأصحابه أسد العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل والفقر والعناء ولي قلت يا مختار ما طاب من غنى أزلت البلاء والجهل والفقر
والعنا ولي قلت يا مختار ما طاب من غنى إلى الله حمدي معك يا من له الثنى أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بجاه المنتقى قلت للمنى ويا شكورا ذا مكوث مع البري لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر فرضا لك الدهر يا فرضا على أن مشارك شكوري على من جادني بالمناسك ليس العيوبي وهجبي كل ناسك وعني على قيل ورا ثرمدا صل لك الدهر يا باقي بلا مرية كل ولست على المولى بعبد غب كل يشط إلى الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها واهدي بي أهلي وصل بالتسليم على أفضل الرسل هذا يرتداح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وزد نبهين هباتك لي عيد شكوري في الكنه لك الحمد يا فرضا تعاليت عن شبه هديت بعقدي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رضيت عن المولى تعالى الذي رباك فؤادي وأغناني وأكرم به ربا رضيت عن المولى تعالى الذي ربا فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما دواما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا بذكره وعني يكف العار والنار والسبا نبذت اللغى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب العدا ذبا ورتلون ما دمت حيا وأكتفي وأنفي به إبليس عن نيمة الدبا إليه التجائي وهو مغن وواسع له الحمد ثم له الملك ثم الحمد والحال قد سبات إليه التجائي وهو مغن وواسع له الملك ثم الحمد والحال قد سبان خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق التدبير به الضفع والجلبة أديت به ربا كريما مكرما وقال العدا والبحر والحرب والتلبى جزائيك على المولى بردي ذوي الفراء ولوجهه ما لا بتسخيره سلبا نويت هنا رجعا لطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب إلى الله والمختار هاجرت من ملان عبادتهم إحسان رب الورى ألبان مرابع يعطيني رب مقدم قديم له ملك حوى الشرق والغرب نجاتي من الأعداء والبحر والبلاء غريبا وحيدا من حفيظ ملا الجربى هداني تعالى بعد ما كدت هالكا بجاه الذي قد زين العجن والعربى وناديه في سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي به الأهل والتربى يلتلو على العدا ثم كان لي وكنز كتاب منه حبه يكشف الكربى يلتلو على العدا ثم كان لي وكنز كتاب حبه يكشف الكربى هداني به ربي وهدي بنوره كذا شاءه ربي ذوي البعد والقربى إلهي إلى طوباي قدني وسلما وابن فرعان سم والتؤمن التربى إلهي إلى طوباي قدني وسلما
مسلما وبامتنان سما مكتوب من التربة لك البر والبحر الذي قدتني له أهل البر هب للأمن والتكرم الجنبا قل العدا قلب إلى ما يسرني أي بسير الأخيار والتغفر الذنبا أجوت الثراقي سرمدا جملة العدا قلق يا عيالي منك يا من قضى الأربان يقلب قهر منك ربي قلوبهم ويكن بكل ربي ولي وسع الزربا تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح وفيض يخرج الوبل منصبا إليك وللمختار هايت بالعدا إليك وبالمختار إليك وللمختار هايت بالهدى وبسنة البيضاء يا من وقد تبا يا سفكوس القوم والتشفي والتسقني بها أوصيها بالمصر يا ربي والعبا رامي بالمصباح عني جلوتها أي صلاة منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي صلاة منك يكسي إلي الخبا لقد سقت لي في البحر ما كنت أرتجي بجاه الذي سيرته القل والحبا ما أتي به عيبي فقدني من العدا كلا أخوتي إلى الرجوع لنا طبا آيات الذي قد كان يرجو إجارة واجده الهدى والعلم والتكفه العجبا آيات الذي قد كان يرضيه جهله وأنشف الأسرى أسار يا رب والحجبا لك الشكر والرضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب هجرت اللغى بالذكر والشكر مثنيا على المصطفى من جوده نحو ينصب أي الله يا رحمن يا من أغثني فصل بالتسليم على خير من لبى وشق فكن لي بالمقفى وآله وأصحابه من أحجر ليس إذ قبان أنيل ثواب الله في كل غزوة مع الحب والرضوان والقرب والقربى جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشره الماحي إذا عاين الحربا عليهم من المولى إطاء ورحمة كما زعزعوا عنا بأسيافهم تغبى يجل بهم يا مالك خير مخرج وطيب سلم ومن والتهز رغبا لا يكتب صلاة مع سلام به معا أولي بي يا مالك الطي والجذبا نبت لي قد بعته فلتبدلا وجنني الإعجاب والكبر والكذبا أنني كرامات وكن لي بلا انتهاء بما فاق ظني وتسخر لي الصعبا مددت يدي يا مالك راجيا لكم غريبا منيبا أنسا مكشف الرعبا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا مكشف الرعبا نبت الأذى عني فجل لي بأوبة سريعا بلا كد ولي وسع اللحبا لك الشكر إذ طيرتني خادم النبي علي صلاة منك تعلي بها السحبا دعوتك بالمختار والآل كلهم وأصحابي أمن كفاني بهم كسبا نبيت بهم عني البلاء ثم كنت لي فلي طيب الرجعة ولي خلد الخصبا كبت بالتسليت عني وأدبروا فرادين ومسني أكفنيهم بهم دابا ويخطبك اللهم ثقلي مراغبي داون بالجاه المصطفى واكفني الكلب واكفني الكأبة لا يكتب صلاة مع سلام بآله وأصحابي وجربي مسجدي رحبا يبشرني ظني الذي قادني إلى ذا يبشر من أعطاه لي النحبا يبشرني علمي بكون
منك قادرا على كل شيء استجب واكفني النكبة أجب دعوتي وجه فيوضا لك الكريم وخلد فيوضاتي ولا تترك السكبة أجب دعوتي وجه فيوضا لك الكريم وخلد فيوضاتي ولا تترك السكبة وألق باق قاهر قادر له فؤادي وجسماني وليقبل الكسبان أديم له ما عشت إن شاء عبادة وأرضي قولا منه قد تورث الوسبى جعلت كتاب الله وردي وأبتغي بترتلي ما شئت إصال لي أبان علي لربي إن الترتيل آيه وإني إلى قومي أهويه أبا لربي حمدي ثم شكري بلا انتهاك ألا جعل صدري رفع آياته حزبان لو جل شكري بعد حمدي وكان لي ولرعب أعدائي نحو جانبي حزبان نجوت بحفظ الله من فطوة العدا ولعظم طرا ولي كرم الجنبا أغاثني الحنان من كيد من قلا وصار كنار الخل لي بحر ما ينبى مدادي وأقلامي واللوحي وكلكلي واسمي من لي وجه الحفظ والوسب والوهبام نويت له شكرا كثيرا كما حمام ينامي وأستكفي يوم الجوى اللهبا له جل شكري إذ هداني بفضله وداهي لي مدحي وصار لي عطبا دعاني إلى دار السلام التي بها وناجي بذكر الذي طيب العطران نفى عني الشيطان ولا بكيده أبقي فجاة منه من همة الدبان كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شكوكا ووسواسا وعن العدا ذبا نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على المصطفى الماحي الذي اختاره حبا صلاة وتسليم على المصطفى النبي مع الآل والأصحاب ممن نفى الخبا يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه رب حفيظ كفى التبا رحيم شكور أرتجي منه رفعه إليه مكاتبي وأكرم به ربا أصلي بتسليم عليه لوجه من يشفق به لما اعتمى لي كما ربا واجهني المختار بالمختار فلا أري واستحمي ذوي استتار إلي قاد المصطفى ما سران وصمدا لست ألاقي الضران ذلك فضل الله يؤتيه الذي كشاه وقال لي قل بيلد إلي قاد بالإله البركان ما إن حماني النكاح المشيكان حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمي جنابي رسول الله عاهد سيما الكريم الله يحمي عاهد المصطفى في أبدي عن الشقى كما أزال كبدي يحمي النبي بإله كل من ليجلود ذا فلاح وأمن سيما جاد بالبقاء على الذي حمى عن الشقاء محمد محارس رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه بربي الحي المقيت الباقي للعرضين الصبع والطباق توجه الأذى إلى جنابي وقلق في المدحذة في المدحذة إطناب حجبني الله عن الأعادي وليس ينحو جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء منه بالجاهل مصطفى لهائي يقود لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مرين هديتي من الإله المغنين لينحت وبي علي أستغنين سيما محا توجه الضرر قي على لي كفاني الشرر فاز مريد قاده الله إلى تعلق بي ويحظى بالإله حسما ليست ترى لغيرين
يا وزن بالجاه وزن خير أحلى مريد لا ما يفوق ما ظنه بالله جاري رفيق أحلى مريد لم يمل مني لما به يحوس خير من ويند من عني تولى مدبرا وعلى الإرادة وعني صبرا أعطاني المعطي بالجاه المصطفى على السماء كريم اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاد جمنها إلى تعليمي إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصينا عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساق إلي الله جملة العلوم نعم الكريم والخبير والعليم نجاني الذي إلي قادان خان يصطفي خلدي فانقادان من علي الله بالتعليم وجاهلا أهدي وذا علوم النزع من يفعل ما يشاء العلوم ويمنها لي لكونه عليم حفظ هديتي هدية اللوح الحفيظ والقلم من الإله ومن الجال الظلم أزكى سلامي ربنا المختار على وسيط له المختار وجهل الصمد بالهدية وثمن بالنية المرضية مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا ونفقا نويت ذكرا مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان إلي قد الله في الفرقان لفضله مربيا رقاني تفضل حياتي بكتاب الله وشت تاركا له والله دعتني الفاظ للتلاوة وقادني المعنى إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم إيه وإني به عبد خديم ملكت ما هدى به خير الورى وشمل الأمين كلي نورا نور صدري واللساني والبدن مزحزحا لغير نحو يددن أكرمني الله بخير الذكر وصار عمري عن أذن ومكر لا من حني كافر أو فاسق نو مشرك أو منافق عني نو ليلي ألان للقلوب من قاد لي تنزيله مسلوبا أخفاك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هداني الله هداية التي قد يأمن أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقول المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عني الظلما الحمد للصبر ذي الهدي وثمن الباقي منير نيا واجه الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر ذو الورى وقاد لي ما اختار لي والسورى إلي قاد مطلب الهداة كوصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد دلتني عليك رب الناس وصلتني عن حيل الخناس قدت لذي الجلال والإكرام فقي وقادني باحترام من علي الله في عاداتي جملة ما تطلبه ساداتي نفعني من لم يضرني ولا يضرني علي كل أولا الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لو خطابي ماكزا بالكرم وكري ولي صان حرمي لست بواد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطلا ليس له كفءا أحد هل بحق قل هو الله أحد
هبات فرد خير مكن ملتحل حط خبري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك عليك يا جميل باثغر فلا عنك امين قيست لي ما عجز البرايا ويتديم ابدا بشرايا ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحذرا كفيتني من ظلما اليك اقبلت بلا انتهاء وتثري اليك ذو انتهاء اودع ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا بود عظيم بعدما كنت مخرجا ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا بورد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل ما كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا رضيت عن القهار جل جلاله أبي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائهم عن الغرد من كانوا وذورا وأسرجا وقاني باق كل سوء بفرد من لا ولاديم فتح الذي كان مرتجا نفى بيد شيخ كامل كل من عدا عائد الباقي الذي دام مرتجا محا بيد شيخ كامل جملة الخطا عليه ذا الباقي الذي الشك أخرجا نفى برد شيخ كامل جملة العنام عليه ذا اعتبر مسيري وأدرجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الغر والسادات إذ ليلنا دجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الغر والسادات إذ ليلنا دجا لربي وللمختار قد صرت واصلا بأغرادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء فقد صان كلي عن مساب وأولجا هداني ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا بالمنتقى رمت من الكريم فلازم الأمان والتكريم من مالك من الكريم بالمكرم أروم رجيبس أبدا ليس جريم إلى ينقعد الذي اختار من قدمه مختارا عليه تبت من سوى الرضا من يقود البشر القضاء هذا الأذى إلى سوى جهاتي هبد المغنى يدي عن هات إلى سوى ينتحي الدجال والسوء والغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين حصني عن العارين والنارين أنا أعيد لك أكرم في التلاوة موده وغيري مع الحلاوة ريقاد في الدارين ذو العادات وننحوتها جملة السادات ريقاد في الدارين ذو العادات وننحوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي النحت لا ولي به البشارات تعل أجبتني يا عالما لا يخفى عليك شكرت الأخفان أجبتني يا عالما لا يخفى عليك شيء وشكرت الأخفى حديث المغني علي الكريم قاتل الأمانة بالتكريم وما صبوت إلى مرائي أفنى فتوني معطي المتون مع المتون بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نعم فريد ينمي سرائي وجهت الشكر لمعطي الذكر من غير مكري على الآلاء يا خير في العادة بالبر والمداد أنا الفرسان المدر هبام الله
Cheikh Sow Neex Sow moy and ak groupe bol media ci programme koor gi di len ñaanal kooru jamm. Wow sama waji lan la dañ may nuru ko jaxli ni man dal dama jaxli deug sow mu bax la bëgg ndax jamono ji sama wa keur ak sama mbokk dañuy soxla sow mu bax set sel te neex numay def neena la bataay ya ko yagal lo soxlaati kay laaj ma man ma yor solution yi wa dekk bi yepp tagon nañu ak xalaatu bak ciona fan lañuy jëlé sow mu bax ndax cheikh sow andi na solution bi cheikh sow waaw cheikh sow ñepp nan ko neex sow touba gi yepp ak liko wër mom lañuy wër cheikh sow neex sow sow baxna setna tey neexna te li ci gëna neex moy bo amé xew soxla ci sow ak lu mu bari bari quantité bo ci soxla bo ñëwé ñu jaay lako dañuy jaay sow di jaay sow crème di jaay chakri bu sedd bax ci mak bax ci xalé bax ci magget dañuy jaay tsunguf mew détail gros wala demi gros bo bëggé amna ñu livraison à domicile jaay la yonné la suñu ndaw ñu ñëw ba fa nga nek fekk la fa livrer lako amna ñu it ay ndawi ambulance yu leen nek ci dëkk bi neex nañu xamé ndax ay lacoste yu orange lañuy sol sama waji yow tamit lo mëna xamé li té do mako wax xam nga ni li rétention d'information la wax ma cheikh sow fu mu nek cheikh sow borom neex sow ay place am bari na ci dëkk bi ño nga ci marché Ocas amna ñu place ci garage Dakar bu bes bi amna ñu place ci marché Ndiobentaay amna ñu it place ci Djourbel marché Ndoumbé Diop amna ñu it ay point de vente ci biir Touba yepp té nak dessna ndax ci jamono wéru koor wu sel wi cheikh sow spécial arrivage Hollande le andil ay clientam wa xana yoro sen numéro téléphone waaw bu baxa bax kay si numéro rek jëlal ben bi la 77 568 1700 bu dé tigo bit même numéro bi la da ngay def rek 76 568 1700 expresso nga def 70 568 1700 nga né numu tuddu sax yow cheikh sow wala neex sow bu la ci neex waxal en tout cas dal affaire bi mom cheikh sow